العراق هي ولاية تابعة له، لماذا هذا التدخل؟ هل يخافون على مصالحهم أم أنه ليس لديهم انتماء إلى العراق عدا مصالحهم الشخصية؟ على إيران أن تعي أنه هذه الهجمات أيضا قد تسبب سبب معين، سبب أساسي لبقاء البقية الباقية من الخبراء الأمريكان في العراق. أنا أقول أنه لماذا تنظر إيران، لماذا لا تنظر القواعد الموجودة في الخليج، دول الخليج وهي قريبة جدا منها، يعني نعم. أقرب قاعدة أمريكية لإيران هي 150 كيلومتر، وباستطاعة وبإضافة للخليج العربي والبحر العربي موجودة الأساطيل الأمريكية، فلماذا التشدد؟ إضافة لذلك هناك 800 قاعدة أمريكية في ألمانيا وفي اليابان وفي إيطاليا وأكبر قاعدة أنجرلك في تركيا، فلماذا التركيز عن العراق وجعل العراق ساحة للمهاترات أو الخلافات السياسية بين إيران وأمريكا؟ هذا أمر عجيب يعني نشاهده الآن. نعم. ويعني هذا يضرب العراق وبمصلحة العراق، فلماذا تحاول إيران بهذه الصورة ويخرج قاني وكأنما العراق هي ولاية تابعة له ويتكلم بهذه الثقة وبهذا الحزم ويتدخل في الشؤون العراقية، ولا نسمع من أي سياسي عراقي بطل يقول لماذا هذا التدخل، ولا احتراب ولا أي تصريح، ولماذا هؤلاء السياسيين ساكتون؟ هل يخافون على مصالحهم أم أنه ليس لديهم انتماء إلى العراق عدا مصالحهم الشخصية وعدا الأمور التي يكتسبونها من خلال مواقعهم السياسية؟ هذا الشيء أمر عجيب.